خليني ما نزيدش ما ندخلش في حوايج اخرى. حضرتك شكون في حوايج اخرى كاين مديرين يخرجوا خلاص من القاعه. يخرجوا خلاص بالدليل. نحن انا مستثمر انا. علاش قلت؟ انا مستثمر، عام ثلاثة بلايص رديتهم انا بنيتهم، وكل 2500 متر. مسلف من البنك انا، خدمت صفقة مع الدولة، انسى وارتاح. خدمت في 84 85 كاسي بدر الدين رئيس بلدية، حكمت المشاريع عدمه في المغرب قبل لا يكون رئيس بلدية، الحق عليه هو في الآخر. قاعد نستثمر بصواردي، نستثمر بصواردي، ويعطوني جبل نطيحه، حق الجبل هذاك نشري به بلاصة عرض وندي ملكي. انا نخلص انا في نخلص في الدومان، انا نخلص في الكراء، نبني بصواردي ونزيد نخلص الكراء. قاعد نبني لك باش نبني لك 20 سكنه ولا 30 سكنه ولا 100 سكنه باش نسكن 100 عائله و50 محل ولا 60 محل، كل محل حتى منه زوز 200 200 عائله اخرى عايشه. وتلقى عراقيل في كل بلاصه. عندي لوتو سمو شريتها من عند لواطات فيها 5 امتارات درتها لوتو سمو. مدير البناء والتعمير تخلي في ارضي، اعطاني الواحد يكمل في مبلغ نتاع مال تخلي في ارضي، كان شنو خرج من الموضوع، تخلي في ارضي، حبسته. زاد لا ضروري زاد اعطاني زاد تخلي في ارضي بيبي، زاد حبسته. بعد ما حفر لي الارض جيت لقيت وحفرها اللو فيها واحد 800 واحد 800 متر، تخلي فيها 7 مترات. ما عندهمش بلان. نهضروا على تبسه، مهروده تبسه، ما قلتش من اللي يهضر عليها تبسه. نهضروا على المياه الناقصه. الفانات بنيين عليهم دي رومبوا على عندك 200 فانا مبنيين على رومبوا وترطوار وطريق بالدليل بالدليل كان رومبوا وطريق خدموا خدمت مديرية التعمير ستة شهور طاحت الرومبوا وطاح هذاك الكل الصور تعملنا دي تعمل الصور دي هو جاي بنجيبه تعمل بالدليل يخرج معايا درك الطريق طاح ستة شهور وطيح فيه، رمبو خدمها ستة شهور طاح، بلاش كان يسامحوا المقاول يسامحنا بالك خدمها مجربها من حام، الحجر لقيته عاطيه باش يطلع بترتين حجر في اللون تاعي، يا ودي وش بيه؟ تضرب اللون تاعي قدامي طريق، جاي تقفل عليه في الارض تاعي، حاجة باش يمشي المبلغ تاع صوار دم، الرقارات حاشاك حاشاك الرقارات، نروح نشوفه كان يتبع إدارة تبع هذه، إدارة تبع ما شفتش حد شيء، نروح نشوف الرقارات تطيحهم الكل. منيفر والله ما قبلها هنا 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 كي يشكي الواحد انا غالبا دخلت في حروب كبيره يا جماعه جبت 12 سنه وانا نحارب عداله كامل مجلس السبسه كامل من نائب العام ورئيس المجلس كامل 12 سنه وانا نحارب نحيتهم خلقوا لي واحد صحابي بلي راهو يموت في الارهاب ضربته بكف ولا بزوج ولا اتخذت الحجاز لا انت مش فاهم لا والله مش فاهم انت من وسط قربوصي ابا 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 قربوصي ابا ابا لوك في العباد أنا ما نخدمش معاكم حتى الحساد ساعد قبل الاستثمار قبل الاستثمار. يخرج من المو... لا خل... هربت من المشاكل دي خلي فاهمك بيه نبصح ضركة سيد دول ضركة والله اللي غاب كان يتحمل اللي عنده حاجة عليا ما فيش وذاء إذا ما خرجهاش. اللي عنده حاجة عليا والله والله ما هو بشر إذا ما خرجهاش. ما نخدم بالصفقات مع الدولة، ما نتك عليها، ما عندي في الاستثمار ديت بلايص في الاستثمار كملتهم بصواردي برزقي. اعطونا واد خسرنا عليه زوج ماير بدلناه ترنخ بدلناه مدير مدير ملك الدوله مد عقد تبدلت خسرنا عليه زوج ماير 600 متر زوج ماير مش ملكي 600 متر على الدوله بناه ونقعد نخلص في ملك الدوله علاه؟ علاه؟ درنا رخص البناء اعطانا رخص اعطانا عقد جديد انا بدلناها قال لك الوالي السابق والله طيح حاج اغبرتي زيد اغبرها زيد كذا معليش زدنا غبرناها دفعنا رخصة البناء قال لك لا شنو القانون يقول لك لا وعلاش تعطيني بالعقد وعلاش الزوز الوالد ديتها مراك السجلية وعلاش علاش وصلنا لهذا ومعاهم العقد معاهم قال لي وقال لي مدير ملك الدولة اها وعلاش مدير ملك الدولة ما العقد حبسوا العقد ذم انا نخسر 50 مرة تغيير المكان اعطوني ارض ما طلبتهاش انا اعطوها لقيتها 8 مترات غرب وما لحقتش الارض صحاح شكون يخ زوز ملاير ما شريهاش بزوز ملاير ملكي شريها ملكي بزوز ملاير لا نجيك لا نقرب عليك لا نرفع عليك بيناتنا ورقات انتقلت ونلم
ولكن تكون عندك حاجه عليا ما تستنانيش خلاص، ما تستنانيش اصلا لا انت ولا غيرك ولا غير غيرك. تبس تباعك، تبس تباعك قدام ما تجي انت، تبس زيد الوالد، تبس تباعك قدام ما تجي انت، راه انا تبس تباعك قدام ما تجي انت. سمح سمحني برك، شريت طبه من عند واحد في المرابيض، درتو زين تاع ماء. قبل الاستثمار برك. قبل الاستثمار، درتو زين تاع ماء، معلش. درتو زين تاع ماء. هزيت العقار، هزيت القرار، وهزيت تاع البير باش نحفر. خرج لجنه تاع الفيلا، لجنه تاع الفيلا حق الفيلا حي، معلش بقول لك فيلا حي، اعطيني ليستاسيون تاع ليسونس المحطات من تبس النقريل، ماهوش فيلا حي، اعطيني من تبس الحوجبات، ولا كان يكح بركه، هذا والله ما يكحها، هذا والله ما يكحها، نعطي رصاصه بين العينين، ما عمري ما حرم، كل عيني في الحرم هذا، بالحرم لا نصوم لا نصلي، لا نزكي، باش ندخل في الرشوه وندخل في يحكمني ميدي اللي توجعني، انسوا ارتاح باش نطلع عليهم من الوجوه هذوما. ينسوا. حل حاجه واضح؟ شوف احنا اللي حاب اسمع فهمني مليح سيد الوالد، لا نذكروا مدير المياه. مدير المياه الجزائريه. لا 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 املاك الدوله. مدير البناء. يعني اللي صوفين يتلاقوا بالبكاكل عاد انا قدام. وشوفوا اللعب. حاج لا سيدي الوالي لا انا شوفيه بالك هذيكم لا شوفيه لا شوفيه نتلخبط لحد انا قدامنا حاج لا لا شوفيه نتلخبط لا شوفيه لا شوفيه لا تلخبط سيدي الوالي لا شوفيه لا تلخبط لا شوفيه لا تلخبط لحد انا قدامه المهم المهم من الفلوس تاعك على بالي بلي راه قالوا خاكي مش بقى ناخذ انا نستظهر من نمشي للبنك انا غلقوا سيدي الوالي جابوا علي مقره او غاب توا بيلونس ما نحطوش بالحجر جابوه سمع ود وذنه جاني او كاينين اللي حاضرين كاينين اللي حاضرين جا قال لي طولتي في المشروع هذا قلت له شي علاه طولت قال لي الدوله دعمت باش دعمت لي الدوله عمرو له مسلف قلت له وين جينا راسك فارغ ما تعرفش تعالي تحط المحافظه العقاريه قال شيء شوف لي قربوسي قدامنا نروح كاش ما عنده كاش ما هز خيارهم بالعقود ولا بالعقود تو يقول وراس قلت له عيب والي معمرينك وجاي شرب من وذنك جاني راس فارغ وتقول لهم ابدا عملت الدوله باش دعمت الدوله؟ لا ندعمها الدوله باش دعمت الدوله؟ لا نبني لها بصواردي باش نبني في الصيف ونبني في الجزائر ونبني في علابه نبني في تبسه نحاول في الجزائر نكري فيه ب 40 مليون انا نكري فيه بزوز ملايين لا لا سامحني سيد مالك الغلطه اللي غلطوها الولاد تاع الغرب غلطوها الولاد اللي فاتوا هنا الكل بالدليل معليش بالدليل اللي غلطوها تاع الغرب في حبس زركه غلطوا كل حاجه قلت خليني نزوق تفضل شوف هو الارث على بالي باللي ثقيل علينا الكل يعني واش وقت باش نتشعبوا ونتوسعوا في المشاكل اللي عايشينها عايشين مشاكل الفراغ والاستثمار وغير الاستثمار وقنوات وغير قنوات وكل شيء نقول لك حاجه واحده فقط طفي بكم تاعك طفي بكم تاعك حاجه فقط احنا نقول له كلمه اللي دار حاجه تتحمس بارك الله فيك اسمعني الان الملفات نتاعك انت عندك بالاخص ثلاث ملفات في الرجل الملفات زوز رايحين الدرس ان شاء الله بكل مسؤوليه انت تاخذوا فيهم قرار الامور الاخرى فعلا تبسة ولا غير تبسة الولايات فيها ديرت وفيها مشاكل وفيها امور انا قاعدين نعالجوا فيها قدر الامكانيات الامور الاخرى دوك اللي غلطتوا ودار غلطه وبان تتحمل المسؤوليه صح سيد الوالي معليش رئيس الغرفه نتاع داكو دونك ندخلوا في الموضوع مباشره